ترامب كان جاهزا لاستغلال زلة لسان بايدن، حيث صعد إلى داخل مقصورة شاحنة لجمع النفايات كانت تنتظره في مطار ويسكونسن للإجابة على أسئلة الصحفيين عقب تعليق الرئيس بايدن وصف فيه أنصار المرشح الجمهوري بالقمامة. وفي ماديسون في ولاية ويسكونسن طالبت هاريس بالتوقف عن تبادل الاتهامات، وقالت إنه حان الوقت لكي نبدأ بالتكاتف كشعب ينهض ويسقط معا. وأظهر استطلاع للرأي أجراه مركز ABC نورث للأبحاث يبحث الشؤون العامة أن نحو 7 من كل 10 أمريكيين أعربوا عن شعورهم بالقلق أو الأحباط بشأن الحملة الرئاسية وطريقة تعامل جميع الأطراف معها. فما مدى تأثير الناخبين بالاتهامات المتبادلة التي قد تصل أحيانا إلى مستوى السقطات؟ ومن من منهما سيحسن من استغلال أخطاء منافسه؟ وكيف ستعمل كلتا الحملتين في الأيام الأخيرة، الساعات الأخيرة لتغيير مزاج الأمريكيين المحبطين؟ مع اقتراب موعد التصويت في الانتخابات الرئاسية الأمريكية في 5 من نوفمبر، تزداد حدة المنافسة بين حملتي المرشحين الديمقراطية كامالا هاريس والجمهوري دونالد ترامب. آخر فصول هذه المنافسة بدأت عندما أدلى الممثل الكوميدي ومقدم البودكاست توني هنتشكليف بتعليقات وصف فيها بورتوريكو بأنها جزيرة عائمة من القمامة في تجمع حاشد في نيويورك لترامب يوم الأحد الماضي. بعدها بيومين وخلال مكالمة بالفيديو عن بعد لجمع التبرعات، قال الرئيس بايدن إن القمامة الوحيدة التي أراها تطفو هناك هي أنصاره، وشيطنته للاتينيين أمر غير مقبول وغير أمريكي، في إشارة إلى تصريحات هنتشكليف. وعلى الفور أسرع ترامب في استغلال زلة لسان الرئيس جو بايدن ليصعد على شاحنة قمامة تحمل شعار لنجعل أمريكا عظيمة عند وصوله إلى ولاية ويسكونسن مساء الأربعاء ضمن حملته الانتخابية. وارتدى ترامب سترة عمال النظافة وأجاب عن أسئلة الصحفيين أثناء وجوده على متن شاحنة القمامة. وفي ماديسون بولاية ويسكونسن طالبت المرشحة الديمقراطية كامالا هاريس بالتوقف عن تبادل الاتهامات، وقالت إنه حان الوقت لكي يبدأ الشعب الأمريكي بالتكاتف. وأدت سخونة الحملات الانتخابية إلى إظهار امتعاض الشارع الأمريكي من هذه الحملات التي مالت كثيرا إلى تشويه كل طرف سمعة الآخر. هذا الامتعاض ترجمه أحدث استطلاع للرأي أجراه مركز ABC نورك لأبحاث الشؤون العامة، إذ أظهر أن 7 من كل 10 أمريكيين أعربوا عن شعورهم بالقلق أو الإحباط بشأن الحملة الانتخابية للرئاسة وطريقة تعامل جميع الأطراف معها. وللنقاش معنا من ميشيغان جون أكوري، المخطط الاستراتيجي في الحزب الجمهوري ورئيس حملة ترامب سابقا في ميشيغان للانتخابات. وينضم إلينا من واشنطن روبرت باتيلو، المخطط الاستراتيجي في الحزب الديمقراطي لعام 2016. أبدأ معك أستاذ أكوري، كيف ترى تأثير وصف بايدن لأنصار ترامب بأنهم نفايات أو قمامة على موقف الناخبين، ولكن لم يكن هناك من تأثير مثلا من قبل الناخبين الجمهوريين من وصف الأمريكيين في بورتوريكو بأنهم قمامة؟ نعم، شكرا لاستضافتي. من ولاية ميشيغان المتأرجحة العظيمة، غدا ستكون هناك أيضا زيارات جديدة. نحن نعمل بجد. ليس هي المرة الأولى التي استمعنا فيها إذا هذه الكلمات منذ 8 سنوات. أيضا سمتنا كلينتون أشخاص سيئين، وبالتالي نرى ما هي الكلمات التي تستعمل ضد من يدعم ترامب. ونحن ديمقراطية، نحن في أمريكا، ويمكننا أن نختار. عندما نسمع كلمات من هذا النوع من شخص يقول إنه الجد الكبير لأمريكا وهو الرئيس في البيت الأبيض،
فهو هو تصرف يغضب. هم يقولون إنهم يطالبون باللباقة وبمسار سلمي، ونحن نقترب من الانتخابات ونستمع إلى هذا الكلام. سمعنا الكثير من هذا النوع، وعلينا أن نهنئ دونالد ترامب لأنه سيتصرف بطريقة ملائمة، ويقول تسمون كذلك سنكون كذلك. سنرى ما سيحصل في 5 من نوفمبر تشرين الثاني. أعتقد أننا سنرى انتصارا، وقد نضطر للانتظار إلى بضعة أيام أو أسابيع أو حتى أشهر قبل أن نعرف من هو الفائز. سنستمر على طريق الرئيس السابق دونالد ترامب. أستاذ باتيلو، كيف تنظر إلى هذا التبادل من الاتهامات؟ يعني نحن استمعنا إلى الجمهوريين في الحفلات الانتخابية لترامب، وصف جزيرة بأكملها من الأمريكيين البورتوريكيين بأنهم قمامة، كان هناك تصفيق حار. اليوم هناك انزعاج لأن الرئيس بايدن وصف هؤلاء الأنصار الذين صفقوا لهذا التوصيف بأنهم قمامة، كان هناك انزعاجا. كيف تصف هذه الديناميكية في الأيام الأخيرة للانتخابات؟ طبعا هذا ما نراه عادة عندما نقترب من الانتخابات، ولكن لا يمكن أن نقارن بين دونالد ترامب وما قاله بايدن، لأن ذلك يتناقض مع كل الوقائع. يقولون أن سكان بورتوريكو هم من القمامة، تكلموا عن سكان هايتي وقالوا إنهم يأكلون الكلاب والهرر، وقال أن الديمقراطيين أيضا هم من الطفيليات، وتكلم عن المرأة بطريقة مشينة جدا، وقال إنه سيستعمل الجيش ضد أعدائه. كل ما قاله أيضا هو سخيف، ولكن إن كان هناك كلمة واحدة من قبل الديمقراطيين يتكلمون عنهم وينتقدونهم، والرئيس بايدن كان واضحا لم يسمي من يدعم ترامب من القمامة، كان يتكلم تحديدا أن الأشخاص الذين قالوا إن بورتوريكو هي جزيرة قمامة هم قمامة، وبالتالي نعرف أن هذا الكلام لا يأتي من قبل الديمقراطيين. نرى كامالا هاريس تتكلم بطريقة ملائمة عن رؤيتها للمستقبل، ودونالد ترامب يرتدي زيا لاحتفال بهالوين ويقود شاحنة قمامة. مستويات السخافة في هذه الحملة تظهر أن دونالد ترامب هو مهرج وليس قائدا سياسيا. أستاذ عقوري، كيف ترد على ذلك؟ يعني كان هناك انزعاج اليوم من هذا التوصيف من قبل بايدن، ولكن هناك كان تصفيق عندما استمع الجمهور أمام حفل انتخابي عند بايدن، وأحد الأشخاص الذين وصفوا البورتوريكيين الأمريكيين بأنهم قمامة. الرئيس الأمريكي السابق يريد بأنه يستعمل الجيش ضد أعدائه، تحدث عن المكسيكيين بطريقة غير لبقة، عن الأمريكيين من أصول إفريقية، أيضا عن المسلمين، أيضا وصف الرئيس بايدن بأنه فلسطيني سيء، وكأن التوصيف بالفلسطيني هي يعني نوع من سباب. كيف تنظر إلى كل ذلك؟ يعني هل يجوز المقارنة برأيك؟ نعم، عندما نتكلم عن المقارنة هناك نفاق يأتي من اليسار عندما يقولون إن دونالد ترامب مهرج. أعتقد أن المهرج الأول في البيت الأبيض هو أو الذي من يحصل على مساعدات البيت الأبيض هو رئيس أوكرانيا الذي كان ممثلا، والبيت الأبيض ما زال يرسل مليارات الدولارات إلى المهرج في أوكرانيا، في حين أن البنى التحتية الأمريكية تنهار. عندما نتكلم عن استعمال أسماء مسيئة، فمن هو في الفريق الآخر عليه أن يفكر قبل أن يستعمل هذه الكلمات. هذا الرئيس
الرئيس السابق دونالد ترامب. كانت هناك 3 محاولات اغتيال وحاولوا أن يفلسوه. هذا الرجل وعائلته واجهوا أمورا كثيرة في السنوات الماضية، وحتى الآن يريدون أن يقولوا عنه وعنا أننا قمامة. كلمة قمامة كما تعرف هي كلمة سيئة جدا في اللغة العربية، واستعمال بالتالي هذا الكلام ضد شخص، كم من عشرات الملايين وربما أكثر سيتأثرون سلبيا من هذه الكلمة. ولكن من استخدمها أستاذ عقوري؟ من استخدم هذا التوصيف؟ من استخدم هذا التوصيف أولا؟ يعني أمام حشد كبير كان هناك تصفيق من قبل الجمهوريين لتوصيف جزيرة بأكملها فيها أمريكيين بورتوريكيين بأنهم قمامة. من استخدم هذا التوصيف أولا؟ لا أحد يمثل الجمهوريين استعمل هذه الكلمة. لم أسمع من قبل عن هذا الشخص. تكلم وقال ما قال، في حين أن الرئيس الحالي للولايات المتحدة الأمريكية هو كان يتحدث أمام حشد وحملة انتخابية للرئيس ترامب. الجمهوريين والحشد الجمهوري كان يصفق لهذا التوصيف. نعم مجددا. عدم رؤيتك لهذا المقطع المصور لا يعني بأن هذا المقطع المصور لم يحصل وموجود أينما كان، عرض على شاشات التلفزة وعلى مواقع التواصل الاجتماعي. عدم رؤيتك له لا يعني بأنه غير موجود. نعم حسنا، تطرح سؤالا وأجيب حول من قال ماذا. لو كان دونالد ترامب قال ذلك فيمكننا أن نقيم وأن نستعمل ذلك كحجة، في حين أن من سمى تقريبا نصف البلاد قمامة وهو يجلس في البيت الأبيض. طيب. شكرا أستاذ عقوري، عفوا على المقاطعة. لدي دقيقة أريد أن أستفيد منها من ضيفي الأستاذ باتيلو. هل ممكن استخدام تهدئة الأجواء في الأيام الأخيرة لتعزيز الثقة بين الناخبين الأمريكيين؟ يكون ذلك جيدا جدا، ولكن هنا ليس من مقارنة على المستوى الأخلاقي. كل ذلك يأتي من جهة ترامب، في حين أن كامالا هاريس تتكلم عن أعمالها، عن تعزيز، عن أدائها، عن تعزيز الأعمال الصغيرة والمتوسطة، عن مساعدة الأسر. أما الرئيس السابق فهو الذي تكلم بطريقة سيئة عن دول يأتي منها المهاجرون. قال أيضا إنه سيبعد المشردين عن المدن الكبيرة. نعم. وسيقوم في عملية إجلاء بالملايين للمهاجرين غير نعم. الشرعيين. وتكلم عن شكرا للضيفين الكريمين. شكرا أستاذ روبرت باتيلو، وأيضا أشكر الأستاذ جون عكوري من ميشيغان على هذا النقاش.